كنت احتسي قهوتي بالامس، فاتصلت بي صاحبه هذا الحساب لتطلب مني دعم مرشحهم على اساس ان خصمهم تم دعمه من كبار المدونين اسحاق الفاروق وسيدي كماش، ولم تخبرني بان مرشحها مدعوم بولي جنب الملعون، فهو محظور على حسابي وعليه قمت بحظر مرشحها بعد دعمي، وساقوم بحظرها ان لم تعتذر عن عدم الشفافيه واستغلال جمالها وصوتها النسائي الرقيق لترق به قلوب المساكين. فهذا النوع من عدم الشفافيه خطير على الانتخابات مهما كانت جديتها من عدمها. نحن لا ندركم ترياجون بالساد وتطربوهم من متابعينكم وتوف دادا هما دعمهم سيدي ودعمهم إسحاق فاروق، نحن ندور حد يدعمنا. لا ترياجون بساد على ديك ببليكاسيون اللي في باج محمد خونة وتطربوهم من متابعينكم. شكرا، الله يجازيك بالخير إن شاء الله. هو التصويت ما تركون يوفا الرابع، جازيكم بالخير. سمحوا لي شوية أنا نعود جاوب وجوني مساجات من التالبين يا غير بعد ان شاء الله هذه الغايه اللي نعدلها لكم. هو قاعد اي تنعاد تشوف له فيديوهات ما شاء الله زينين محتواهم زين وذا في قدر من الجوغه باك ما يخسر شيء. الله يلطف بارك الله فيكم. يتقاعدني اذا هو لي تلفون لهي ترحى لوتوف تلفونات الخلطه مالي كل حد يترلن ويصورهم المرده شني وتال اخباره من مريم مدير اخبار شني ولين خرست في بيكاسين ذا وكاتب كاتب شي في استقلال جمالها وش عرف وش هكا كيف تحد من الشارع وحد شي ما هو على الطريق. أنا اللي حد يضربته كيف ترخلق كامل مسابقة مجور منها اللي الردح والجوقة وذفر وطلبته كيف الناس بر وقال لي والله ندور ندعمكم وهو من نفسه اعترف انه لي فيديو اللي تعدل انهم زينين عنده دونك ماني مفرصيتو على شي ما هو قابل يعدلو ولا انا ما عدرت له اي شيء يسوى شنو تمني ذا والي هو يشهر بي بذا النوع من المرات المستشارين ان هذا المرتهم الناس اللي امامكم الان في قفص الالبهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب.